مسؤولية جديدة لسيدنا، ربنا يساعده ويديله حكمة وقوة ويكون معاه في كل خطوة يخطوها. نرجو انه تصلوا لي وتساعدوه يعني تعضدوه وتسندوه بصلواتكم. على طول كلمة قالت لي على سيدنا أنبا أنجيلوس في السمينار الأخير اللي حضرناه، كنت ماشي طالع من قاعة الاجتماعات فوقفني أحد الآباء الأساقفة اللي بيخدم في منطقة مجاورة لسيدنا أنبا أنجيلوس، هو يعني جنبه على طول وتربطه بيه صداقة كبيرة، فراح موقفني كده وقال لي سيدنا أنتوا أخذتوا جوهرة ثمينة جدا. احنا بنستقبل أسقف جديد، هو مش جديد لكن جديد هنا في المقر البابوي، واسمه مقر بابوي يعني تابع لقداسة البابا مباشرة، فهذا المقر هو كرسي البابا الأنبا تودوس الثاني، وفي نفس الوقت بنفتقد لكننا مش هنفتقد ولا حاجة، ونقول سيدنا الأنبا كراس ربنا معاك في خدمتك الجديدة زي ما خدمتنا هنا تخدم الشعب الجديد ان شاء الله، وربنا وفقك ونسمع عنك كل كلمة. نشكر الثالوث القدوس الاب والابن والروح القدس على معونته لينا ومحبته ودعوته لينا للخدمة عموما في اي مكان، ونحن غير مستحقين ان نكون خدام تحت رجلين الكنيسة التي هي جسد المسيح لهم حضراتكم. واشكر من عمق قلبي سيدنا بابا تودروس الثاني، عنده اوفر تراست فيا وانا خايف عليه من الاوفر سبريشن اور ديبريشن، يعني هو في محلها بس انا اللي هنبتدي خدمه معاكم بدايه جديده، لا اعلم كم ستكون طولها، لكن حابب اقول لكم ان في 3 فاونديشن ستونز هبتدي بيهم من خدمة. اول فاونديشن ستون is love، حب. تاني فاونديشن ستون is organize، to organize. third one is delegation. دول 3 فاونديشن ستون في 3 categories. في category الاول newcomers. newcomers ده لاين لازم يتخدم. كاتيجوري الثاني هي السكند جينيريشن اللي هم جم بقى نيو كامرز وخلفوا هنا سكند جينيريشن، او جه صغير طفل وتربى. كاتيجوري الثالث الثيرد جينيريشن زائد الامريكان ريزيدنس. لازم يا اخوه نخدم في الثلاث خطوط دول بالتوازي، ما نجرش على واحد على حساب الثاني، لازم الثلاثه دول يستوفوا. So proud to stand here. This is a historical day in our church. We have 4 fathers bishops, and they are so dear. سيدنا, from the first moment I met with him, I can tell that he has a vision, and he's so smart, and he's so accurate. And also he is very decisive in his decisions, so I can tell that he will add more and more, and we will enjoy dealing with him and being under his supervision.